مروان طلقني. رسمي يعني؟ لا. طيب ما هو كده ممكن يرجعك في أي وقت. ما عارفاش، بس أنا لا يمكن أرجع له تاني أبدا. وبعدين هو لو ما طلقنيش رسمي أنا هرفع عليه قضية طلاق. خلع أسهل. خلع مين؟ طلاق طبعا، أنا ليا مؤخر ولازم أخده. لا ده أنت ناويها بقى. ناوية؟ ده أنا ناوية بعتر بكرامة اللي جابته الأرض. أنا كنت فاكرة إن أنت بتحبيه يا نادي. حبيه وزفتيه. اللي يمشي ورا قلبه يستاهل ضرب البلغ. بلا وكسة، يا ريتني قعدت جنب أبوي. نادية بلاش بقى الكلام ده. أنت كده هتخليني أصدق إن مروان فعلا كان عنده حق إنه يطلقك. عنده حق. أصلك ما فهماش حاجة. ده أنا مقهورة قهرة اللي إدالك طبخة وهو آخر زادها وزاد عيالها. ليه بس كده؟ اللي ما تجيبش عيل في البلد اللي زي بلدنا دي يبقى ملهاش لازمة. ولا يقولوا عليها ست حتى لو مش هي السبب. معلش يا نادي، ما تحطيش انت بس في دماغك. انا ما حطاش في دماغي، بس امه حاطه في دماغها، وعمتك حاطه في دماغها، وابوه، والبلد كلها، وانا محطوطه فوق دماغ الكل. وهاتيك يا جلد فيا ليل ونهار، كلمة من هنا على كلمة من هناك، واللي يبص واللي يصغر. لما جدي تتهرت كأنك بتضربيني بكرباج منجوع بزيت مغلي. طيب وهو مروان فين من كل اللي بيحصل ده؟ هيعمل ايه؟ مروان هو السبب في عدم الخلفة؟ الدكتور قال ان محدش فينا السبب، بس محدش عاوز يصدق. بيجي الكل يقول ان نادية هي السبب. نادية هي اللي ارض بور، ارض ناشفة. كفاية بقى، انا ما بحبش اسمع الكلام ده. اسمعي مني، قرشك ونفسك وبس. هو ده اللي انا اتعلمته. مش قادرة اقولك يا نادية، الناس اتغيرت قد ايه بعد اللي حصل لنا ده. يبقى بيت عبد الحكيم وتجارته واللي في يده ويد مرته وعياله لازم يبقى في يدك انت واخواتك. اسمعي مني.